ثلاثة، هي كانت عبارة عن بداية. نعم. كم كان عدد المشاركين في هذه المظاهرة وكيف تعاملت معها السلطة؟ 150-200 تقريبا اللي كانوا موجودين. نعم. تم اعتقال 3 شباب وصبية، للآن ما بنعرف شو هو مصيرهم، بيطلق سراحهم شو ممكن يصير ما بنعرف. طبعا صار في تفريق للمظاهرة وصار في اعتقالات بهذا الخصوص. الهتافات هون مهمة كتير، يعني بخصوص الهتافات اللي صارت بهذه المظاهرة. يعني لأول مرة يمكن في سوريا بيكون في هتافات عم تنده للحرية هيك هيدا بهيدا الصوت القوي، واللي هن اللي بيكونوا عم بيقولوا كانوا كأني إنه بكل الوقت إنه الله سوريا حرية حرية وبس، والشعب السوري ما بينزل. فيعني النقط المهمة إنه هلا هن اليوم أعلنوا عن أنفسهم مواطنين. نعم. يعني الآن لم يعد السوريين هم عبارة عن رعاية، الآن اليوم أعلنوا عن أنفسهم يريدون الحرية فعلا. نعم. سيدة سهير، هل تؤكدين لنا تلقي اتصالات أو رسائل نصية على الهواتف المحمولة تدعو إلى التظاهر؟ الحقيقة لا، أنا من طرفي أنا ما أنا وصلني، بس طبعا على الفيسبوك عم يكون في دايما يعني موجودة، عم يكون كان في التعليمات موجودة خطط، بس هن من أشخاص يعني حتى نحن ما أنه بنعرف مين هن بالضبط، يعني الأشخاص الأحرار اللي نظموها لمظاهرة اليوم هن غير معلومين بالنسبة لإلنا. الشيء اللي ملفت أنه هن من كافة الفئات، أنه هن حتى هيدا الرعب اللي دايما بيحاول أنه هو يمارس النظام بخصوص موضوع التنوع الطائفي اللي موجود عنا بسوريا، اليوم اللي كان ملفت أنه كانوا موجودين مختلف الأديان ومختلف الطوائف. نعم. شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية سهير الأتاسي في دمشق، وسنحاول مشاهدينا متابعة التطورات في نشرتنا اللاحقة.